السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مر بنا فضل الصدقة، يعدان فلانوغ نزرا باش يتسوان الصدقة قلاجور الفضل، ولكن هل يشترط في الصدقة أن تكون مالا؟ يعني لا جورني من سلام الران الصدقة نملك سوف أنا كيقدري منك يقرض عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. أفضل الصدقة إصلاح ذات البين، ما لان خليت السبان لكن تشمط قارسين كي يمخصم خليت السبان لكن سماحا ولا شو تصدقنا أنشتكت هيتي أعظم أجرا وأفضل ثوابا وإذا كتبه. فكلمتنا اليوم عن هذا الفساد العريض والدمار الهائل الذي حل بمجتمعات المسلمين. ما رسلت كسي وسوي ذاك سرغين سلمان أهن صفت شذر مذر، يعني ما ضفت عشرة سميفها من خير وبركة يعني. وهي الرسول عليه الصلاة والسلام ما الذي اليوم ذم سفر دندد الصحابة أذبغوا نسع أخو نسع فيها ما الذي حبسنك كمكان كل ونندق تروح ما راه نزرك النبي عليه الصلاة والسلام قرصا إن تفرقكم هذا في الشعب وفي الأودية وفي الأودية لمن الشيطان. إي وجات فراقه نجمعتك أجيونهم كانت للبركة وهي عاد بالسفر يسر فيها بالسفر يوسر فيها. يونواس عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فرأى الصحابة متفرقين في المسجد حلقا فقال ما لي أراكم عزين، ما لي أراكم عزين أي متفرقين، فديننا الحنيف وإسلامنا الكريم أمرنا بالاجتماع ونهانا عن الفرقة، أمرنا بالاجتماع ونهانا عن الفرقة وحسم مادة النزاع والشقاق من جذورها. أي نكتوي نكباش أدم خلفا الخوى وأدم بغضا الأحبة ميكزميتك دين الإسلام حرميت. فهذا الغيبة وهذا النميمة وهذا الظلم وهذا البغي وهذا المونس بالباطل التي تسبب داعي الخلاف والشقاق والنزاع والخصام والفصام أكي كزبسك الشرعي كزبسك الخيوطيس. فعليه الصلاة والسلام اقرض عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وشن داش يغلب داش يكتت إزمر يوزمر نين يكفون يثقطع. كذلك الشيطان يسهل في الأسماء ذي فكامين سلمان مفارقا ولاش أضر على المسلم وعلى المسلمين دينيا ونفسيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا نشت الخلاف أي الشقاق يتضره هي يتضره. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تقلموا السويمارة وي من الفساد، وي من الفساد. ورب عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أثنى الله في كتابه على من يبذل وسعة لإصلاح بين الناس المتخاصمين المتباغضين. ربي يهضر سلخير يمدح ونقتزل نكي ونفتشم سلخير قرسي نكي باش يعني هذا يصلح قرسه. فقال سبحانه لا خير في كثير من نجواكم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إن الدشيد الفايدة يتخذ مكة إن دين يتخذ مكة لسعار المعنى غير ثلاثة الحوائج منها إصلاح ذات البين. ما تبغي ما تسعوا من القيمة غرغورين اللي يكون السبب الخير قد دمه لا سبب يعني شر ونزاع وفساد. وقال سبحانه سألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم
وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وأصلحوا ذات بينكم. فإصلاح ذات البين من أعظم القربات وأجل الطاعات التي يتقرب بها المسلم إلى ربه. فقد قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه، قال: ما عمل ابن آدم عملا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وحسن الخلق. ما عمل ابن آدم عملا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وحسن الخلق. ولاش يعني أما خير ويكتش منكس الخير يتحف يعني غادي يجمع قالوا ذاك يتناغ غادي يقرب قالوا ذاك من بعاد. إصلاح ذات البين هي الدرجة يسقي الجنة في ربي كي قاعد من سيس. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، ولكن تحلق الدين. النافلة ولاش مصلح ذات البين؟ خير نزلت النافلة، خير الصيام النافلة، خير الصدقة النافلة. إصلاح ذات البين أصلح غير مدن ولاش ما خير قل أجر والثواب. ماذا فساد ذات البين؟ مثل السباقة النوغ المدن الباطل سنفرق أثني شتين فكست الدين كل عباد. فساد ذات البين ذات الدين قد تروحا، ذات الدين قد تروحا. صلاح إصلاح ذات البين الصدقة ما كتسويت في رسل أجل ونقل سعنا بشا بصدق قدري من روح الزل إليك للسبان الخير مدام. فقد قال صلى الله عليه وسلم يوما: كل سلامة من ابن آدم عليه صدقة، كل يوم تطلع عليه الشمس. ثم قال: وأن تعدل بين اثنين صدقة، وأن تعدل بين اثنين صدقة. يعني ما في لد السبامة كنا أذسوني نقعد دان وذم سماحة إن أدت وقتها في الليك الشيء نيض الصدقة تصويت فلس لجريس وش حل أجر إن ذر بسبحانه إن لا نضيع أجر المصلحين، إن لا نضيع أجر المصلحين. هنيئا لمن كان سببا للإصلاح والوئام والاجتماع، هنيئا له. أثن ربي قرك رجريك يتوحفظ غرغوري أريت روحانا، أريت روحانا. فإصلاح ذات البين هي سمة أو خلة وخلق النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري ذكر له أن رجالا من بني عبد من بني عوف يثن تدرتك يمي سلب لكثني ذكران بن قرسل كان ذكت ناغل عرش ننسل يقرد عليه الصلاة والسلام: هلم نصلح بينهم، هلم ونكر ذكرت أنه نصلح قرسل ونتجر الشيطان ذي خدم الخدمينس. يعني إفساد البين خدمان الشيطان إنعامي، إفساد ذات البين دينك تحبه. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون، في رواية في جزيرة العرب: ولكن رضي في التحريش بينهم، ولكن رضي في التحريش بينهم. الخدمين إيك تحبه ما تشعل قار مدن قار الخاوة قار الدريال العموم قار الجيران قار شريكا قار مخدم ذو معلميس قار قال الجزء مطوف، قال الجزء مطوف. تجد الخدمان الشيطان وأعوانه. فمن الحذرث أتعاون مع ذون ونف يعني في الشغلس أتلي من السبة يعني وسيلة في يده إن ذي هدم الخيرية. فمن يقتوي نكغ الفساد وول والهرد الحرام مقرب. فقد قال صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث آخر، قال: من خبب خادما على أهله فليس منا، ومن أفسد امرأة على زوجها فليس منا. أستوتو النيمة تروح تعرف من طوطة الصيني ترقزم وكذا واستغر الراي يعي يخنقي كم يعفسي كم هذا الشيء يخدم في برا هذا الشيء قار هذا الشيء ألم ما مثقل تمطوط نيمة الشكوث وذي يفسد أخا إن دوي خدمة الخدمة إن ماشي درقز ليس منا ماشي فوريدي ويتبع ماشي السنين ويقنصار ماشي للسنة ونصر. يونواس يقال أن رجلا أتى عمر بن عبد العزيز فذكر له رجلا وذكره بسوء، يروح عمر بن عبد العزيز
اهدرس فين ورقاز اهدرس وين هنديني. فقال تعالى قال إن شئت نظرنا فيما تقول فإن كنت كاذبا كنت ممن قال الله فيهم وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وإن كنت صادقا فيما تقول كنت ممن قال الله فيهم هماز مشاء بنميم وإن شئت عفونا عنك. فقال يا أمير المؤمن أعفو عني لا أعود أبدا. أردي سيونك أكده أهضر في العباد المؤمن أكده أهضر في الخوة أكده أهضر في ويد الخير كبار وإن يوسد سود ما كان سبحان الناصح زعم الأمين الرفيق الشفيق ولكن أبدا ما يوسد يوني قيهد راكد في العبد الصمت كيه وتنارا وإن كان يدي قرض الصح ولكن يتسألون الصبا يعني لكن باش لأنه ما فكت تنزق ثاني وين ده دار أتنا تخمتم بعض الخطوة والسين أتقلتم بعض ذي شوين الغل هذه مغرب بعض قد الحسد ما يموك ذي الحسد ذي ذي طلع مغربون. فلهذا قرد عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وكونوا عباد الله إخوانا عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد. الشيطان ذي نكسب إنه قوام مرضي لغفاء الغاشي الفارقة الغاشي الفارقة فما يفك اليوم كان يجبض الجهاز ونذ الرئيس انفرد العالي ولكن ما يفاتنا كشوية من الجماعة كي محبان ومصطفى ونك آهر يتحب رفيه. فإياكم أن تعينوا الشيطان على عمله نجي الفاسد. ولهذا عليه الصلاة والسلام إن اقتوي غكر وكن ندذريث قال لا يدخل الجنة نمام لا يدخل الجنة نمام من اقتصادن قال العبا ندروس يشمغ الجنة. وعن أسماء بنت يزيد أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بشراركم أكون دين غير العبا زيوند منهوثا ننسين بان عن منهوث من سلالة ممنوهية. قال المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون العنة للبراء. إن ذلك كيكت فريقا قال يعني الغاشي قال الحباب قال كما ويكيكت محبان إن ذلك يغض شر الناس بالقاع وشر الناس عند الله شر الناس بالقاع وشر الناس بالقاع. إصلاح ذات البين من شعائر دين الإسلام من أعظم ما أوصى به نبينا الكريم. فهنيئا لمن وفق ذي لغض الخير مدا هنيئا ويجع على ربي ذي السبا لكن يجمع قار الغاشي هنيئا ويني يجي بنون ينك تهد الشيطان. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته وأن يرضى عنا ويتقبل صيامنا وقيامنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.